اخرى. انا مش ننقد كان قد شوفوا في جنون البوس في تلافس نشوفوا في بلابس زيد جيبوا لقص سيما عدنوس بجنبو سي كلافس خليو مخي حابس يابس مش فاهم الحافز كالراكس يحبوا عالرافس لعبوا عالنفس حاضر جنون وعفس يا قافس حاضر جنون وصحارة للسادة النظارة كشارة في عالم الغايب عالم العايب الجهل مسيب قرايب حاضر مطيب لبسونا جنون استغفر الله شكون اللي زاد لو ديما توعلى الشعب لكلا لا ملل بلا لا علا يعمل في ظلام البوس عيني حوالة تتقلب تلتالي في التالي والحالة بتوالي وقت اللي العقل ممسوس ليمن مقصوص جنون فريوس سيبوني وريني جنونك نوريك جنوني مادام عايشين في قبور هوني انت شكون وانت شكون مجنون ولا مسكون ابو جهلون شي مقرى ومسخون انت شكون واش تكون مجنون ولا مسكون ابو جهلون شي مقرى ومسخون مجنون ولا مسكون مجنون ولا مسكون مجنون ولا مسكون انت شكون مجنون ولا مسكون مجنون ولا مسكون مجنون ولا مسكون انت شكون الجهل مصيبة عزام كتيبة دجال الطبيب وعرفة طبيبة كذيب حيلة تنطلي على عريبة والله غريبة المخ كسيبة رزاوك فيه عملولك حرز يغموك بيه سيم سلابيم وش عرب هيم وجنون يوريوك الكنز العظيم لبسونا جنون يا لطيف مادام القاوي مان ضعيف حتى شيطان ما عادش يتشيطن والمناشط بتنشيطن حول موضوع بوز الاسبوع زيد عطي طوع اقعد اكاكا غسيل دماغ لباش سربو بالحكاكا مش مليح اقلب الشلاكة لا يركب جن من تلاكة هذاك جهلك اللي عماك ذاكة من بريق في برات جنون بهتين في اللعبات سوق ودلال واش كون زاد سميلي ولاد بسم الله شكون واش تكون شكون واش تكون مشنون ولا مسكون مشنون ولا مسكون انت شكون واش تكون مشنون ولا مسكون مشنون ولا مسكون انت شكون انت شكون مشنون ولا مسكون مشنون ولا مسكون مشنون ولا مسكون انت شكون هذا اخرى اخرى شمية 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 دراي سوالا لا لا دراي سوالا لا لا سوالا لا لا شمية 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 ساعة يعطيك صحة خلا نرقد اليوم حبيت نقول لك حاجة حتى كشكولك خرج على الغناء مجنون مش يفرحوا بيك يا مالي يعني معاهم زعما فرير راني فرير أما ليه بالحق راهو يزينا من حكايات هال يعطيك صحة على الجو الديكالي اللي عملته مش ديكالي برشا في برشا اي فيه سيريو زيد برشا وبالحق يزينا من هالحكايات هذيا اللي كل مرة نسمعوا فيها في في البلاتويت ما عادش خارج علينا يعني واحدة معناتها تو ماهوش وقت نتاع مواضيع كيما هكا معناتها تونس توا يلزمنا نحكيو في مواضيع أخرى باش نقدموا باش نشوفوا أكثر الواقع نتاعنا نشوفوا الناس شنو تستنى معناتها الناس شنو المشاكل نتاعها شنو الحلول للمشاكل هذه ماهوش وقت حكايات على جنون وسحر ومعناتها راها حاجة ديباسي برشا هذه أنا نشوف يمكن باش نقول حاجة ما تعجبش برشا ناس احنا برشا مواضيع قاعدين نحكيو فيها ما عندها حتى علاقة بينا واللي بنعيشوه اليوم شوية سحر على شوية جنون على شوية كتابة على ثروات ظهرت فجأة في تونس وإحنا في بلناش بها على ناس صبحت رقدت قامت غدة باش تولي مليونيرات وإحنا لازمنا نحاسبوهم على الفلوس على قضايا فساد ما نعرفش كيفاش مطروحة في الجرائد في كل بلاصة وإحنا ما عنا ما عناش الحاجة الصحيحة كلها إشاعات موجودة على تفاهات من كل نوع على مجموعة كاملة عاملة صفحات طويلة عريضة صدقني مخي وقف في مشكلتهم أربع زوجات ومشكلتهم الدين وشكون اللي مسلم وشكون اللي مش مسلم وفما مشاكل أخرى صفحات جديدة والتلبارح صدقني مرقدتش زوز صفحات تحلوا جدد باش يحلوا مشكلة جديدة في تونس
يا سيدي انت اصلك عربي ولا بربري ولا فينيقي؟ اي الفينيقي يرجع عربي ولا اي يرجع البربري يرجع عربي؟ فينيقي ولا وضعك كله شنو فهمت؟ معناها صفحات وبالالاف تلقاهم على الصفحات هذه باش يحلوا مسائل لا علاقه لها بالموضوع. حشتش بها اصلا اسمها بطاقه تعريف تونسيه، اسمها جنسيه تونسيه، اصلك عربي، اصلك اندلسي، اصلك جاوري، اصلك منين جيت، اسمك تونسي وكهو، فهمت؟ ما فماش علاش باش تبرر من بعد والاخر عامل صفحه كامله كبيره تبرير الدخول الاستعمار نتاع دراشكون من القبيل. راهو صفحات تافهه تافهه جدا، واحنا عندنا ترناطة مشاكل. هذوك صفحات تحويل وجهه بالضبط بالعربيه الفصحى، تحويل وجهه مع سبق الاصرار والترصد بالضبط. واحنا عندنا مشاكل، كيفاش باش نقوموا نفيقوا اولادنا؟ كيفاش باش نبعدوهم على الوسائل الالكترونيه الجديده؟ وكيفاش تنجم تقاوم مع ولدك وبنتك؟ كيفاش تنجم تصلح المعلومه؟ كيفاش تنجم تحل مشكله البطاله؟ كيفاش تنجم تحل المشاكل الاقتصاديه والشوت اللي احنا عندنا والمخزون نتاع العمله الصعبه اللي عندنا اللي احنا مشينا الكل قريب البلاد لتفسد؟ كيفاش باش نحلوا هالتقدم اللي احنا لازلنا نخلطوا له على كل الاصعده، سواء تقنيه ولا اجتماعيه ولا اقتصاديه ولا حتى هندسه معماريه، لانه البلاد كلها تهتكت وحتى مبانينا القديمه تهتكت وما حافظنا على شيء وما خلينا شيء، لا مواقع اثريه ولا مبادئ ولا اخلاق ولا ثقافه ولا حتى شيء. خلينا نعملوا حاجه نهزوا ما تبقى اللي في ظل في القفه، خلينا نهزوه قفتنا احنا مش نهزوا قفه الاخرين، كل واحد يهز قفته وحده روحه ويحاول يبني بها الروح. هذا المطلوب منا تو. وحيده في فضاء العبدالله، شنو محضره؟ عندك برنامج؟ باش نجيب عزام وراسه عريان. جيت في مارس، اول مارس التعيين صار؟ وقع تعيين، ما مازلت ما بشرتش لانه فما زميلتي اللي نحييها برشا على المجهود اللي بذلته مع جميله ومع الناس كلها في مدينه الثقافه، اللي هي كانت المديره نتاع رابعه جديد، مدام سيما سيما صمود، اللي هي توا القطاع رابعه قبلها، رابعه جديد زاد نحيوها برشا خاطر قامت برشا حاجات. انت سادسه تما؟ نعم انت سادسه تما في الرابعة من بعد لا انا السابعة على خاطر ما حكينا لكش على السادسة من بعد نحكيو عليها. دونك رابعة قبل وبعد سيما مازلنا احنا ما عملناش الباساسيون لانه سيما كانت ليا في الافتتاح، ان شاء الله الجمعة هذه نعمل الباساسيون. العبد اللي قدمنا مشروع لوزارة الثقافة انها باش تكون منارة للمبدعين المحترفين في تونس، معناها هي اصلا المركز الدولي، المركز الثقافي الدولي العبد اللي هكا اسمها. دونك احنا المشروع اللي قدمناه على اساس انه الفنانين المحترفين في كامل الاختصاصات، ادباء والا بانتر والا مسرحيين والا موسيقيين، كل الفنون بكل اشكالها باش تكون موجوده في نطاق الاحتراف في شكل تعاون دولي على حوض البحر الابيض المتوسط، تكون فيها ريزيدونس ارتستيك. تفضل. جست على كلمه محترف، معناها الفنانين اللي ما عندهمش بطاقه احتراف؟ لا محترف مش معناه بطاقه احتراف. لا مانيش مقصدش بها. قولك في القانون انت جديد بطاقة الاحتراف. بطاقة الاحتراف. عجبك القانون اللي قدمه الوزير؟ شنو القانون؟ كان دافع كان على المدينة. جاوبك جميلة، أنا ما طلعتش. جميلة، وأنت القانون ايش قال فيه؟ لا ما عجبنيش أنا. وأنت يا واحد؟ والله اللي طلعت عليه صدقني. قانون للنقاش. هذيك علاش ما نجمش نجاوبك ولا ما طلعتش؟ أي للنقاش. النقاش ما يتعداش، خاطر فما برشا فنانين ما عندهمش بطاقة احتراف، ما فنانين أكثر من فنانين عندهم بطاقة احتراف. لا احنا أنا كانوا عندي أساتذة قروا فيها مسرح وما خذوش بطاقة الاحتراف نتاعهم. عم الطيب الوسلاتي يرحمه قراني أكثر من 10 سنين معناها في المعاهد قبل ما نمشي أنا للجامعة، وآخر عمره طلب بطاقة الاحتراف معناها. برشا فنانين برشا ما طلبوهاش، فما فنانين. جليلة بكار ما عندهاش بطاقة احتراف. هي من القانون باش يلزم فيه جانب جذري. سكي ني با لوجيك سي با لوجيك ان شاء الله ما يتعداش. مازال هو مشروع على لا 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 باش تقدم في اللجان، وعملنا برشا قعدات والكلام اللي قلناه الكل ما سمعنا حد، حتى الملاحظات ما فماش، فما حتى فولونتي نتاع تبديل، جوست نحاول الحبس ولو انه حكايه فارغه. وفما لجنه معناها تصرفت عليها فلوس جات من بروكسل، فما مراه جات هنا محاميه خدمت وجابت مشاريع قوانين اللي عندهم معناها زبدة المشاريع اللي فما في الأوروب، والتقرير كل طيش، وعملوا عندهم فما من عشر شخص يخدم في الوزارة هو ملحق ظهر لي قضائي ولا
معناها اللي خدم المشروع والوزير صبوا في المجلس. أنا ما عنديش فكرة مع المشروع ما قريتوش، لكن حسب يحكي سي حاتم نتصور إنه حد ما باش يقبلوا بالطريقة. على كل إذا على قد ما تحكي فيه أنت نتصور باش يقلق برشا، وفما برشا ممثلين ويعني رجال فنانين ما همش باش يقبلوا الوضعية هذه. هي المشكلة مادية، خاطر ما عمرها ما كانت بطاقة الاحتراف هذايا، ولا مادية بحتة، هي مقياس معناتها كيف ما قلت برشا خدموا ما شوف انك تسالوني انا عندي مقاييس اخرى ما عنديهاش علاقه ببطاقه الاحتراف ولا بوثائق ولا باوراق ولا بدر شنو. بالنسبه لي انا الفنان اول حاجه تكون موهبته ويسقلها مهما كان اختصاصه، ثلاثه اخلاقه ومستواه الثقافي هما اللي يلزموه بمسيرته الفنيه، هذه الالتزامات اللي لازمها تكون عند الفنان. انا نشوف زاد اللي بها نحكيو على الاحتراف، وشكون فنان عنده بطاقه احتراف وشكون ما عندوش بطاقه احتراف. اذا نحكي في دروا دوتور خويا اللي فيه مشكله كبيره في البلاد هذيا، حتى مؤلف ما عنده حقوق التاليف نتاعو معترف بها وكل شيء، مش هذا الموضوع يهم. مقيد في دروا دوتور؟ مقيد ما شنو نمشي معناها كي نعطي غنيه ولا نحط سي دي غاديك نخلص عليه هنا ومن بعد ما يرجع لي حتى شيء. انا معناها سا ديبون كيفاش يتعدى. اي تعدى هذا موضوع اخر. خلينا نخدموا مع واحده قلت لي برنامج تحضروا فيه اللي فيه اللي هو المشروع يتطلب اول حاجه فما جانب من قصر العبدليه باش يدخل في الترميم، فما ترميمات باش تصير، فما حاجه مزيانه اللي انا نعمل من هنا نداء خاطر الفلوس اللي مخولتها وزاره الثقافه للترميم ما هيش كافيه لبقيه الاسباس. نقول اذا كان فما دي فونداسيون والا يعني جمعيات والا ناس نجم تعاون في ترميم فضاء العبدليه باش نرحبوا به اكيد، لانه فما بلان للحديقه القديمه. انت في بالك قصر العبدليه تبني عام 1505 دونك عمره ما شاء الله. دونك فما البلان انيسيال اللي بدا به الجاردان تاع القصر، ماذا بينا لو كان تتعاود الحديقه ترجع وتعاود تتصور القصر خاطر ما عندوش سور. فما برشا ترميمات نجم نكون الفضاء هذايا نتاع الحديقه يكون معرض دائم للنحوت والفنون التشكيليه وحديقه للشعر جانب للشعر، كما تكون فضاء مفتوح للعروض الموسيقيه وغيرها اللي تكون في فضاء الحديقه اضافه للفضاء الداخلاني، مع انه نطلبوا كما قلت لك دي فونداسيون اللي تعاون باش احنا نصلحوا الملحق في خط فما انكس تابع العبدليه اللي نجم يكون ريزيدونس ارتستيك جميله ان شاء الله. نستناو ميلا برشا جديد ان شاء الله. ان شاء الله كنا سعداء بحضورك بحضينا وحيده. شكرا شكرا على الحضور. يا لطيف ونقول لك ان شاء الله نشوفوك زايده في رمضان. في رمضان والعمل اللي ذكرته ان شاء الله يتخدم مع القناه في رمضان مع سامي الفهري في تاج الحاضره في الوطنيه. فما برنامج قدمناه وان شاء الله باش يتم كما قلت لك بامضاء المخرج محمد علي شريف. ودائما تحيه لكم على الدعوه ومحليكم برشا وهاك انت ما ما سلختش برشا معليش شويه. يعطيك الصحة جميلة. ميرسي حاتم مهدي دالين سنة وجديد عاد ان شاء الله بعد ما سمعتنا ما تبطاش عاد على الأغنية. لا ما تبطاش ان شاء الله في القريب العاجل نسجلوها ونرجعوا بجديد ان شاء الله. شكرا على حضورك بحضينا. ميرسي مساعدتنا مع الدعوة وبلاتو كان مزيان برشا. حد نسيتو في التحية. يعيشك. كيفاش؟ أنا أنتشكم تحية للناس الكل كان الحاتم بالحاج باهي يا حلوة. تحية كبيرة للجمهور اللي حضر معنا اليوم الماجد، للفريق الكل اللي أمن الموعد هذا من هدرة أخرى. مسك الختام معاك دالي. شو نغني؟ شو مش تغنينا؟ أي أي تحية كبيرة لدالي عامر. أيوة على خير الناس الكل. أيوة Thank you.
عليك اكذب 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 عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك واكذب عليك اكذب عليك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك ايوه انا جاي كمان امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا سعري امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا برسي عليك حتوم يا بالحاج قول لي انت انا وانا برس يعني انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول الله يا ماجد قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي شكرا ميرسي تصبحون على خير